نائية بين قمم الجبال ومنحدرات الوديان تقع إمليل، القرية التي تعتبر نقطة الانطلاق نحو قمة جبل توبقال. إمليل العمازيدي ما كانش إمليل، كان تفراوت نهاية الميزان هو 4 دوار. ملي بداو الدوار كيزيدو كاين واحد الدوار صغير في الجنب ديال تفراوت نهاية الميزان سميتو في مليل، كلمة أمازيغية في مليل. في مليل هو شي حاجة، في مليل هو واحد البلاصة، يعني واحد لاكولين بيضاء، حيت هذاك الدوار ديال في مليل هو مبني على واحد لاكولين بيضاء، واحد لافاليز كان الواد داز من المايا وكان سميتو، وهذيك لافاليز هي بيضاء سموها أمليل، أمليل سموه ديك البلاصة في مليل. ملي ولا إمليل عنده الإقبال كان الضغط على الكلمة من مول التاكسي من الكورتي، راهي مليل راهي مليل راهي مليل، ما بقاش في مليل. هنا فين جات، هنا فين وصلت، فين وصلت سميتو، فين وصلت هذه السميه حتى ولا إمليل 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 إمليل. المنطقة من هنا حتى لتحنوت سميتها إغيغاين، ولكن المنطقة ديالي من الخاصة تفراوت نهاية ميزان، راه إلا مشيتي للخريطة 100 مليام ولا 50 مليام راه كتعطيك تفراوت نهاية ميزان. تفراوت نهاية ميزان فيها 4 دوار، مشاركين الماء، مشاركين السواقي، مشاركين كل حاجة. في الخمسينات من عمره أدمن الرامون رودريغيز إمليل فصارت قبلة له ولأصدقائه من الكاتالان الذين أغرتهم أحاديثه عنها. Como he estado varias veces, conozco el pueblo de Imlil, el pueblo bereber y marroquí, y bueno, solo tengo buenas palabras para mis amigos y para los compañeros con los que he venido en otras ocasiones. هؤلاء فتية رقوا لحلم صديقة غيبها الموت عنهم، فانطلقوا ليحققوه وفاء لروحها. الهدف ديالي علاش طالع هو انني نوصل واحد الرسالة نتاع واحد السيدة اللي توفات في منطقة مطريف مروكو. المهم تنتمنوا لها الرحمة والمغفرة، وان شاء الله يا ربي ترحمها، وان شاء الله كان الحلم ديالها توصل لجبل توبقال، ودابا جبت الصورة ديالها باش ان شاء الله تطلع القمة، ولا ما وصلتش توصل الصورة ديالها ان شاء الله. احمد شاب قادم من عمق الصحراء يمتهن بيع تحف وحلي الأمازيغ والطوارق، أغرته المنطقة فقرر الاستقرار بها معتمدا على سلعته التي تخلب ألباب السياح. أنا الأصل ديالي من الصحراء، من طاطا لوريجين، وندير هادشي نتاع الارتزانة، كاين نتاع المسائل نتاع لي بغبغ نتاع الناس الشلوح، وكاين نتاع لي تواغيك. وللسياحة بالمنطقة علاقة بعادات أهلها وتاريخ يسرده الحاج الحسين إيت المدن بعين ثاقبة ورزانة الشيوخ، منطلقا من الزمن الكولونيالي مرورا بأيام الناس هذه. من بعد 1938 جاءوا النصارى الأولين دايرين هذوك الرفيج، دايرين الرفيج ديال توبقال، ودايرين الرفيج ديال ليبيني ديال تازغارت، ودايرين واحد الرفيج في لافالي ديال تاشديرت، ودايرين واحد الرفيج في فوكيمن ديك لوبان فرونسي. هذه واحد الجمعيه، واحد لا كومبان كدير سميتو، دايرين جمعيه ودايرين دوك سميتو على حسب الناس اللي كيديروا لا روندوني، الناس اللي كيديروا البينيزم، لا روندوني البينيزم ماشي لا روندوني عاديه، كيمشي كيدير سكالات، كيدير سكي، كيهز لاطون ديالو فين ما وصلاتو لقيته، كيمشي كيبات في دوك البلايص. في الوقت فاش تطورت السياحه جات سميتو، فاش تطورت السياحه الوزاره السياحه المغربيه تساعدت مع سميتو مع لاكريت ديال فرنسا، عطاو ليهم لي فورماتور بانهم هما سبقت عندهم السياحه غوندوني، سياحه ديناميكيه، سياحه البينيزم، جاو فورما ولاد البلاد، منهم ولاد الاطلس، منهم ولاد مليل، منهم ولاد ايد بوكماز، ولاد الزاويه حنصار، ولاد هذا فورماهم في واحد فاسميتو، فورماهم هنا في الجبل، دايرين لهم السكينه في توبقال، دايرين لهم لا مارش في ايد بوكماز، دايرين لهم هذا، دوك الناس فورماهم وقراوهم. شنو هو فورماهم وقراوهم؟ انت مع السياحه، انت الاولويه للسياحه. شي شويه زادوا لي جيت في الدوار اللي قربوا لهذوك الرفيجات، هذوك اللي جيت كتسمى جيت ديطاب، كيجي عندك الزبون كتساعدو بداك الشيء اللي عنده، عنده شي حاجه يعطيها لك يبات، ما عندوش راه الا دق عليك الباب بحال الضيف. منطقه إمليل هي منطقه سياحيه على طول العام،
وكنت كاين فيها دي سيزون اللي كيكون بحال الصيف كيكون اللي هو واحد الفتره اللي كيكون املي العام تكون السياحه الداخليه بزاف. في الفتره ديال شهر 12 كتكون الفتره السياحيه ديال راس العام، وكاين بعد الفتره السياحيه ثاني ديال الثلج، يعني كتكون واحد الفتره ديال الثلج اللي كيجيو الناس السواح اللي كيبغيو مثلا يطلعوا للجبال يجيو السكي يشوفوا سميتو دوك المناظر ديال الثلج. وكاين ثاني فصل الربيع، يعني كل فصل وسميتو والسياحه اللي كتكون فيه، يعني السياحه على طول العام. رغم انهم قوم موغلون في الطيبوبه الا ان لهم خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها. واحد التيليزم اللي ما تنحملوش، واحد التيليزم اللي ما تنحملوش هو واحد اللي كيجي كيقتل لك في الطبيعه، ما يحترم لك الثقافه ديال الجار، ما يحترم لك لا ناتور طبيعه، ما يلوح الازبال، ما يدير النفار، ما يغوات. ما خص تكون التوريزم تكون 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 واحد التوريزم ما تضرش الطبيعه. الفلاحة أيضا ورغم شحها إلا أنها مورد اقتصادي لأهل المنطقة له خصوصياته. بينما بالنسبة للفلاحة كاين بزاف ديال الشيء ديال الشجر الفروي، منه القرقاع، منه حب الملوك، منه التفاح، منه البرقوق، منه بوعويد، منه هذا، وكاين اللي دار العسل، وكاين حاجة أخرى شي شوية البحير ديال الإقامة والخضرة والكسيبه والقرقع. والناس كاين اللي كيتجرب القرقع كيشريه من بلايص اخرين وكيجيبو كيهرسو في دارو تينقي تيديه للسوق تيبدل تيسوق به مراكش وكيجي منه شي حاجه عاوتاني اللي خاصو. يمكن ان تخرج من امليل لكنها لا تخرج منك، وهي القريه التي تمشي بخطى ثابته كوجهه سياحيه منفرده.